أهلا بكم. عاوز أكلمكم عن سرعة القذف أو القذف السريع. يعني إيه سرعة قذف؟ الموضوع ما وصلناش في الطب لتعريف أكيد له. بنقول لما الزوجة تشتكي من إنها ما وصلتش للنشوة في وقت مناسب مع جوزها، العلم بيحاول يعني يصل لتوقيت معين، لكن لحد دلوقتي بنقول إنه يعني أقل من دقيقتين نقول عليه سرعة قذف تقريبا، والمعدل 7 دقايق. في ناس بيطولوا، ممكن يوصلوا نص ساعة والساعة ساعتين، لكن دول حاجات مبالغ فيها شوية. يعني احنا بنقول 7 دقايق هو المعدل من بدء الانتصاب. نقول فيها ان الرجل عمل عملية جنسية معتدلة. اقل من دقيقتين نقول عليه يعني سرعة قذف، لكن ده مش شرط. احنا بنقول ان ده معدل نظري، لكن لو الزوجة بتقول ان هي مبسوطة كده يبقى كده ماشي الحال، لكن لو الزوجة قالت لا ده حتى بعد 10 دقايق انا لسه مش مبسوطة، يبقى الراجل محتاج يزود شوية مدة الانتصاب لحد ما يحصل القذف. ليه مهم نتكلم في موضوع سرعة القذف وإذا كانت بتسبب مشاكل؟ هي فعلا بتسبب مشاكل. ايه المشكلة اللي بتحصل منها؟ اهم حاجة ان الزوجة لا تصل للنشوة في نفس الوقت او في وقت مناسب او في نفس الجلسة، ودي حاجة مش كويسة طبعا. اولا بتحسس الزوجة بانها غير مرغوب فيها، طبعا ده بيعمل مشاكل وممكن تسبب خناقات فظيعة وطلاق كمان. يعني انا متخيلة انه اغلب اسباب الطلاق اليومين دول هي المشكلة دي، والناس مش بيتكلموا عنها لانهم مكسوفين ومش عارفين ايه الحل. فانا هعرض عليكم حلول في الفيديو ده. ايه سبب سرعة القذف؟ السبب الرئيسي لسرعة القذف نفسي. مسألة انك تخرج السائل المنوي يعني هي الى حد كبير مسألة نفسية يعني او عقلية، يعني حاجة في المخ ان انت بتفكر ان انت تعمل يحصل لك انتصاب فيحصل انتصاب. في ثقافتنا قالوا لك انه العادة السرية كما يسمونها او اللي انا بسميها امتاع النفس يعني عيب وحرام، فانت مشغول بفكرة انها حاجة وحشة مع ان انت محتاج تعملها، فانت بتعمل العادة السرية او امتاع النفس وفي مخك فكرة انا خايف حد يمسكني يشوفني بعمل كده او ده كده عيب وحرام وانا وحش، فانت بتحاول بسرعة، مخك بيحاول بسرعة يخلص من الذنب، فبيعمل ايه؟ بيخرج يعمله بسرعة قوي. اهم سبب بقى يعني زي ما قلت نفسي، انت حاسس بالذنب والخوف ان حد يمسكك. المخ اتعود على الفترة دي اللي انت عودته عليها في اقل من دقيقة بسرعة، والمخ اتعود على الفترة دي، فبعد ما اتجوزت وبقيت آمن في بيتك ومش عيب انك تمارس الجنس، لسه المخ متعود على المشكلة دي، على انك بسرعة لازم يعني تخرج السائل المنوي. ده بنقول عليه conditioning، يعني انت you are conditioned، انت يعني متدرب في المخ على انك تعمل بسرعة. تاني مشكلة ان انت بتعملها بعنف شديد وبسرعة شديدة وانت ماسك القضيب وبتعملها بعنف شديد، فاللي بيحصل ان انت بتتعود على نوع معين من الضغط والسرعة مش هتلاقيه في زوجة المستقبل. فانت مطلوب منك وانت بتمارس العادة السرية او يعني امتاع النفس ان انت تعملها ببطء ومش ما تضغطش بقوة جدا، يعني تبقى بتحسس نفسك ان انت تمارس جنس طبيعي يعني بضغط يعني مش فظيع قوي زي ما بتعمل بايدك. دي حاجة مهمة. يبقى مشكلة العادة السرية ادمانها هو احد اهم الاسباب للقذف السريع. وايه سبب ادمان العادة السرية وانها بتؤدي لكده؟ ان انت خايف نفسيا وبتمارسها غلط. يعني مطلوب منك وانت بتمارس العادة السرية انك ما تمارسهاش كتير، مرة كفاية في اليوم، وانت بتمارسها ما تمارسهاش بعنف وبسرعة وبقوة، يعني كأنك تمارس جنس عادي مع سيدة، فما تبقاش بتبالغ قوي
في ممارستها. علاج مشكلة سرعة القذف في الطب عندنا له اختيارات، وأنا هعرضها عليك ويعني أنت تختار الأفضل لك، ويستحسن طبعا تحت إشراف طبي، ولكن الموضوع يمكن محرج وربما مكلف، فأنا هعلمكم حاجة يمكن توفر عليكم كتير من المجهود والمبالغ ويعني معلومات ممكن تكون مش متوفرة للجميع. مبدئيا في خطين هنمشي فيهم لعلاج سرعة القذف: أدوية أو أجهزة، وحاجة تانية العلاج الإدراكي اللي أنا أفضله دايما في حاجات كتير، لأن المشكلة زي ما قلت لكم نفسية صح، فإحنا ممكن نستعمل العلاج الإدراكي ونشوف إيه النتيجة لها. هبتدي بالأدوية. في مراهم زي مثلا تحط مرهم يقلل على القضيبة، يقلل إحساسك بالمتعة الجنسية فيبطأ للقذف السريع. المشكلة إن المرهم ده لو أنت بتستعمله مع زوجتك هيقلل هي كمان متعتها بالعملية الجنسية، فطبعا ده مش مطلوب. فقالوا تحط المرهم ده وتلبس عليه كوندوم، طبعا محدش هيعمل كده، الرجال كتير ما بيحبوش الكوندومز. الاختيار التاني انك تستعمل أدوية حبوب زي مضادات الاكتئاب زي بروزاك يعني مثلا، بيقولك انت لازم تستعمله كل يوم علشان تلاقي منه نتيجة كل يوم لو انت متزوج وحابب تمارس الجنس كل يوم. انا شخصيا ضد استعمال مضادات الاكتئاب، حتى لو المريض عنده يعني اعراض اكتئاب، افضل ان انت الاول تتأكد ان ملهاش سبب تاني قبل ما تاخد الادوية، فما بالك لو المشكلة بقى القذف السريع ملهاش علاقة بالاكتئاب خالص. ولهم أعراض جانبية كمان، من أهمها أنك بتفقد الرغبة الجنسية، فأنا مش فاهمة إزاي يعني أنت هتفضل تاخد مضادات اكتئاب لعلاج مشكلة القذف السريع وبسببهم ممكن تفقد رغبتك الجنسية، ما ينفعش. فأنا من رأيي أن أنت تجرب حاجة تانية أفضل. طريقة مشهورة تانية في مصر أن الشباب بيستعملوا ترامادول، معروف طبعا أنه له أعراض جانبية ويسبب الإدمان، ويعني مزعج جدا لما تبتدي تتعود عليه وما تقدرش تستغنى عنه، يبقى ابتديت بقى بجد في الإدمان، وطبعا مكلف، انت ميزانيتك كتير منها بيروح على الدواء ده، مش ده المطلوب. الطريقة التانية بقى هي دي اللي انا اشجع على استعمالها، هي طريقة علاج نفسي زائد تمرينات عضلية تعملها، اسمها ماسترز جونسون ميثود. العلاج ده مش محتاج أدوية، محتاج بعض الصبر وتعرف تعمله ازاي، وممكن زوجتك تشاركك فيه او ممكن تعمله لوحدك حسب ظروفك، يعني لو انت مش متجوز ممكن برضو تبتدي تتمرن عليه. العلاج ده ثبت نجاحه في حوالي 98% من الناس اللي اشتكوا من المشكلة، كمان مش مكلف، مش هيكلفك حاجة، فركز معي. علشان نفهم الطريقة لازم اشرح لكم الاول شوية تشريح. ده الهيكل العظمي، وانت شايف هنا ده الحوض، ده بنسميه العظمتين دول بنسميهم عظمتين الحوض. في الحوض من جوه في عضلة، العضلة دي عاملة زي البطانة بتاعت قاع الحوض. اوكي، فانا هشرح لك كأنه ايدي هي العضلة اللي في قاع الحوض ده. اوكي، العضلة دي بتعمل ايه؟ فتخيل ايدي هي العضلة بتاعة الحوض، وخارج من ايدي هنا القضيب والاواعية اللي رايحة له تمده بالسوائل. اوكي، فاللي بيحصل ان انت لو انت اتعلمت تقرص على العضلة دي انك تقبضها، هتقل السوائل اللي رايحة للقضيب. العضلة دي بنستعملها لما نعوز، هفهمك ازاي، لما نعوز، لما انت مثلا عاوز تعمل بيبي او كاكا تقرص العضلة دي لو مفيش فرصة انك تروح الحمام، فهتلاقي انه مفيش حاجة نزلت، فالعضلة دي حسها، انا عاوزك تحسها، حاول تعمل كأنك يعني البراز هيخرج وانت بتمنعه،
هتحس بالعضلة دي. كمان مرة حس كأنك بتوقف البول والبراز، حاول تقبضها هتحس بيها. كمان مرة، يبقى عضلة، فركز معايا، عضلة بحاول أوقف بيها البراز يعني حوالين الشرج، ها حاول تقبضها، هي دي العضلة. العضلة دي هتلاقيها في إحساسك ممتدة لقدام لحد القناة البولية اللي بتودي للقضيب، واللي بيبقى بيجي فيها برضو السائل المنوي، فحاول تقبضها تاني. هي نفس العضلة اللي حوالين الشرج وحوالين القناة البولية، اعمل تاني، لقيتها؟ اوكي، ركز معايا بقى في العضلة دي. العضلة دي كل ما تحس السائل المنوي قرب يجي اقبضها، اقبضها جامد قوي قوي. اتمرن على التمرين ده، مش لازم وانت بتعمل الاستمناء، ممكن تعملها في اي وقت يعني، وانت حتى قاعد على المكتب، وانت في التاكسي ولا في العربية، حاول تقبض العضلة دي. انت بتمرن العضلة دي انها تبقى قوية، افضل اتمرن عليها دايما لحد ما تقويها. وفي حالة ان انت قررت تمارس علاقة الجنسية او يعني الاستمناء، اعملها قبل ما تحس على طول انه هيحصل. اقبض العضلة دي بتعمل ايه؟ هي بتقفل على القناة اللي بتودي للقضيب، فبتقلل شوية التدفق بتاع السائل المنوي. يبقى انت بتحاول تعمل ايه؟ تبطأ او تعطل السائل المنوي عن انه يخرج بدري. اوكي؟ دي اول تمرين عضلي هتعمله. التمرين الثاني ممكن تعمله في نفس الوقت، ودي احسن حاجة، تعمله في نفس الوقت مع قبض العضلة دي، وممكن تعمله انت وزوجتك او انت لوحدك. دي اللي اسمها ماسترز جونسون ميثود اللي انا هقولها دلوقتي. ركزوا معايا بقى في الطريقة المهمة دي من فضلكم. اول حاجة هتبتدي تقبل زوجتك، ويعني تلاطفها وتدعبها، وتخلي الموضوع ده يحاول تحاول يستمر لأطول فترة ممكنة، بحيث الزوجة تكون هي قربت، هي كمان يعني تصل اقتربت من النشوة. ممكن طبعا مداعبة جسمها ويعني البدر وكده، بحيث ان هي تبقى على نفس مستواك من الإثارة. مهم ان انت في الظروف دي تكون مرتاح نفسيا جدا. لو انت لوحدك اقفل الباب بالمفتاح، وتأكد ان مش ممكن حد يدخل عليك، لان مهم قوي حالتك النفسية، مهم مخك يكون ريلاكست ومتأكد ان انت ممكن تفضل فترة طويلة، لان ده اهم سبب ان انت بيحصل لك القذف السريع. افرض ان زوجتك معاك، اول ما تبتدوا يعني طب فترة المداعبة تاخد وقت شوية، تبتدي الزوجة تمسك القضيب. هشرح لكم دلوقتي على عضو ذكري، هو بلاستيك وطبعا مش حقيقي في الحجم، فمش عاوزة يعني حد يفتكر ان هو ده الحجم الحقيقي او يعني المحيط الحقيقي، دي لعبة بلاستيك. الزوجة هتمسك القضيب بالطريقة دي، ما عند رأس القضيب ما يلتقي بجسم القضيب، الزوجة هتمسكه إبهام هنا والسبابة هنا والوسطى تحت بالشكل ده، شايفين كده، بحيث انها تبقى محوطة القضيب من كل نواحي تقريبا. اوكي، شايفين هي واصلة من فين؟ من اول ماسكة فين؟ من اول رأس القضيب ما يلتقي بجسم القضيب كده. اوكي، والابهام سو احنا بنستعمل 3 صوابع، واحد هنا وواحد هنا وواحد من تحت كده، وده اقرب لوجهها، ها. وبعدين بحيث هي دلوقتي عامله حلقه بصوابعها حوالين القضيب. اوكي، عند انهي مستوى؟ عند التقاء رأس القضيب بجسم القضيب. اللي بيحصل انه الزوجة لما تعمل كده تبقى هي جاهزة، لان انت اول ما هتحس تقول لها
تقول لها انا قربت دوسي، اوكي؟ فهي هتدوس كده، مش هتوجع، هي مش هتدوس بعنف. انت قول لها لاي حد تقدر تدوس، بس هي لو داست حتى بقوه شويه مش هتوجعك. او انت عامل كده لوحدك لو انت بتمارس العاده السريه. فلما تعمل كده وانت في نفس الوقت بتقبض العضلة بتاعة الحوض اللي انا قلت لك عليها، يبقى بتعمل حاجتين في نفس الوقت، الزوجة او انت بتضغط زي ما قلت لك كده، وبتضغط بالعضلة من جوه للقذف السريع، هيتعطل. فانت بالتدريج تخليك ماسك ده 10 ثواني او 20 ثانية، عد مثلا او خليها تعد 10 أو 20 ثانية، اعملوها كأنها لعبة، ها؟ وبعدين توقف لمدة 30 ثانية وجرب ابتدي تاني. افضل اعمل كده كل شوية. اول اسبوع واسبوعين هيبقى صعب، وبالتدريج هتطول الفترة عن طريق التعليم ده، بشرط تكون اعصابك مستريحة ومتأكد ان مفيش حد هيضايقك. مهم قوي ان اعصابك تكون مستريحة، وان تكون زوجتك متعاونه معاك ومتقبله وسعيده بانها بتساعدك، مش بتزلك او بتقل ادبها او بتاع. من فضلكم يعني بعض الاحترام، لا يعني نحب الحاجات دي تبقى بنتكلم عنها بدل ما يقع الطلاق. اتمنى يكون الفيديو ده مفيد، احتمال ينقذ بيوت كتير من الخراب. اتمنى لكم كل الحب والسعاده.